يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. كالعادة عندنا أخبار كتير جدا مهمة وكواليس أكتر هنتكلم فيها، بالتحديد عن نادينا الحبيب النادي الأهلي وأكيد الفريق الأول لكرة القدم وبعض الجوانب المهمة داخل القلعة الحمراء زي ما أنتم متعودين مننا دايما في حلقات الترند المختلفة. لكن الحدث أكيد بيفرض نفسه، وبطولة كأس العالم ومونديال قطر 2022 وتاني المباريات بتتلعب في هذه اللحظات خلاص على وشك النهاية، مباراة إيران وإنجلترا وتفوق كاسح للإنجليز بنتيجة 6-1. فبالتالي هنتكلم على كواليس كأس العالم كلها. مباراة امبارح للأسف قطر كانت سيئة جدا جدا على الصعيد الفني في الملعب بخلاف الصعيد التنظيمي والافتتاح والحفلة وكل حاجة حلوة كانت موجودة بصراحة، لكن المنتخب نفسه في الملعب كان سيء للغاية، يعني كان مخيب للأمال بالنسبة لكل العرب بصراحة. نتمنى لهم التوفيق في اللي جاي، وهنتكلم على كل التصريحات اللي بتتعلق بالمباريات المقبلة كمان، لأن خلاص يعني واحدة واحدة كده المونديال هيسخن، ماتشات قوية بغض النظر عن أول ماتشين لحد دلوقتي مفيش تكافؤ فرص بشكل كبير قوي، لكن أكيد في ماتشات تقيلة قوي قوي جاية خلال الأيام المقبلة وبداية من بكرة كمان بالتحديد، والنهاردة في ماتش قوي كمان الساعة 6 هنتكلم عنه أكيد، مباراة السنغال وهولندا. فبالتالي عندنا كواليس كتير أكيد مهمة هنتطرق ليها من خلال حلقة اليوم، لكن الأهم إن إحنا بننتظر دايما تفاعل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقة النهاردة، والسؤال بيتعلق بكأس العالم. وفي ماتشين، في ماتش الساعة 6 اللي هو هولندا والسنغال، وماتش الساعة 9 ويلز والولايات المتحدة. توقعات حضراتكم ايه لنتيجة الماتشين دول؟ هناخد توقعاتكم في الجزء الأخير من الحلقة كما هو المعتاد من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستجرام. لكن خلينا نشوف أهم وأبرز العناوين في البداية، يلا بينا. في ترند الأهلي، الفريق يستأنف تدريباته استعدادا للمقاولون. وكمان اتحاد الكرة يعلن إقامة مباريات دور الثمانية من كأس مصر بدون جمهور. أما في ترند المونديال، ردود أفعال رائعة على حفل افتتاح المونديال. طيب إيه ماتشات بقى النهاردة في كأس العالم؟ ثلاث ماتشات من بكرة، أربع ماتشات طول اليوم بقى، طول اليوم كده تقعد في البيت تفتح التلفزيون أو تنزل على القهوة تتفرج على الماتشات طول اليوم من الساعة 12 معاك لغاية الساعة 9 بالليل، 9 ده يعني ماتش يخلص الساعة 11، فأنت تقريبا يعني إيه اليوم بالكامل كله ماتشات يعني، لو ما بيحبش كرة القدم فيروح يتفرج في حتة تانية في كل الأحوال، لأن أكيد عشاق كرة القدم في كل مكان في الدنيا أكيد بيبقوا عايزين يتفرجوا على ماتشات رائعة وحدث كبير زي المونديال اللي دايما هنفضل متحسرين بشكل كبير جدا على عدم تأهل منتخبنا اللي يستحق إن هو يكون موجود. احنا بنشوف مستويات للاسف قليله من بعض المنتخبات، احنا افضل بكتير، لكن هي دي يعني ظروف التصفيات وهي دي ظروف منتخبنا او هو ده حظ منتخبنا بالتحديد للاسف. لكن الماتشات النهارده ماتشات ثلاثه فقط، المباراه الاولى ما بين انجلترا وايران، المباراه لسه ما خلصتش لحد دلوقتي في الوقت بدل الضايع، بالتحديد الدقيقه 5 من الوقت بدل الضايع، ويمكن مباراه طولت شويه عشان حارس ايران في الدقيقه 14 او 15 تعرض لاصابه قويه في الانف، اعتقد كسر في الانف يعني، فتم تبديله والمباراه توقفت تقريبا حوالي 13 دقيقه، فكان في وقت بدل ضايع 14 دقيقه في الشوط الاول، فعشان كده المباراه مطوله شويه. لكن النتيجه كام؟ النتيجه 6-1 لحد دلوقتي انا بتكلم معاكم، 6-1 نتيجه كبيره جدا 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 على كيروش اللي هو مدرب منتخبنا الاسبق ومدرب ايران الحالي اللي بيلعب بنفس اسلوب لعبه اللي كنا بنشوفه مع منتخب مصر، الراجل حاطط الناس كلها ورا لكن استراتيجيه تطلع بيها لقدام اما الكره تبقى معاك تعمل اي حاجه مفيش، هي نفس القصه رغم ان هو مدرب كبير وكل حاجه طبعا، لكن هو ده عيبه يعني بصراحه. لكن الاهداف مين اللي جابها؟ في الدقيقه 35 تحديدا بيلينغهام نجم بورسيا دورتموند ونجم المنتخب الانجليزي، وهو اللاعب الوحيد اللي من خارج الدوري الانجليزي، كل قائمه المنتخب الانجليزي من داخل الدوري، هو الدوري الاقوى في العالم، فتحس كده لما تيجي تتكلم مثلا مصر لو عندها 11 لعيب في الملعب في الدوري الانجليزي اكيد هيبقى مستواهم عالي جدا، فما بالك لما يكون قائمه بالكامل المنتخب الانجليزي كلهم طبيعي جدا بيلعبوا في اقوى دوري في العالم، فطبيعي تشوف مستوى مميز. انجلترا بالتحديد معاهم قائمه رائعه من سنوات عديده ما شفناش انجلترا بالقائمه القويه دي، يعني افتكر في 2002 كانت قائمه كويسه كان فيها ديفيد بيكهام مايكل اوين واكثر من لاعب مميز يعني،
لكن القايمه دي اقوى. حتى الدكه النهارده دكه تقيله جدا، منهم راشفورد نزل بعد 30 ثانيه ولا حاجه راح جايب جون. فخلينا اكمل لكم الاهداف. بيلينجهام هو اللي جاب الهدف الاول من اسيست لوكشو، ولوكشو مع انجلترا غير مع مانشستر يونايتد، زي ما هاري ماجواير مع انجلترا غير مع مانشستر يونايتد، وواضح ان القصه على راي رونالدو، القصه والمشكله كلها في مانشستر يونايتد. الهدف الثاني بوكايو ساكا طبعا نجم ارسنال متصدر الدوري الانجليزي في الدقيقه 43، هدف من اسيست برضه لهاري ماجواير. والهدف الثالث رحيم ستيرلينج نجم تشيلسي في الدقيقه الاولى من الوقت بدل الضايع من الشوط الاول، من اسيست برضو او اسيست لهاري كين اللي ما جابش ولا جون من الخمسه قبل ما يخرج، يعني جابوا خمسه وبعد كده خرج والسادس جه. وبعد كده في الدقيقه 62 من الشوط الثاني بوكايو ساكا بيجيب هدفه الثاني من اسيست رحيم ستيرلينج، وبعد كده قلص الفارق مهاجم المنتخب الايراني مهدي تريمي بهدف الدقيقة 65. وراشفورد بعد ما نزل بالظبط بثواني، يعني الموضوع ما خدش ثواني، نزل وأحرز هدف خامس بهدوء رائع وترقيصة كده للمدافع على الماشي، وراح حاططها بعد برضو أسيست من هاري كين. خرج هاري كين ونزل كالوم ويلسون نجم طبعا نيوكاسل، وعمل أسيست لجاك جريليش نجم مانشستر سيتي في الدقيقة 90 من أحداث المباراة، والتقدم حتى الآن بنتيجة 6-1 للمنتخب الإنجليزي اللي معاهم في المجموعة طبعا كل من أمريكا وأيضا ويلز اللي هيلعبوا النهاردة أو هيلعبوا النهاردة الساعة 9 بالليل. طيب المباريات الأخرى مباراة السنغال وهولندا مباراة الساعة 6. بالمناسبة يا جماعة يعني في ناس كتير جدا بسمعهم يقولوا يعني كل التوفيق للمنتخبات الأفريقية، أنا بالنسبة لي التوفيق أتمناه طبعا لكل المنتخبات العربية، بس أنا مش بشجع السنغال، يعني أنا مش متعاطف خالص مع السنغال بصراحة بمنتهى الوضوح يعني. فماتش هيبقى قوي، السنغال هتتأثر نفسيا ومعنويا وفنيا بغياب ساديو ماني، وما عنديش اي تعاطف معاهم بصراحه. فهولندا اعتقد هي الاقرب للفوز مع او على السنغال. ماتش الساعه 6، الساعه 9 بالليل مباراه امريكا مع ويلز، مباراه متكافئه الى حد كبير ما بين المنتخبين. خليني اقول لكم سريعا مباريات بكره السعوديه مع الارجنتين، يا رب المنتخب السعودي يكون موفق في مباراه صعبه جدا الساعه 12. المكسيك هتلعب في المجموعه الثالثه برضو مع بولندا الساعه 6، لكن الساعه 3 هتكون مباراه الدنمارك مع المنتخب التونسي. كل التوفيق طبعا لتونس ونجمنا علي معلول، ربنا يوفقه ان شاء الله. والساعه 9 بالليل في المجموعه الرابعه هتكون مباراه فرنسا واستراليا، اولى مباريات حامل اللقب. دي اهم وابرز مباريات بطوله كاس العالم قطر 2022. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل كل التفاصيل والكواليس. استنوا، اهلا بحضراتكم مره ثانيه. طبعا يعني الحدث بيفرض نفسه زي ما قلت لكم، مونديال قطر 2022 المباريات بتتلعب، لكن خليني اتكلم واطمن كل جماهير الاهلي على الفرقه اللي استأنفت تدريباتها، بالتحديد الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي بيستأنف تدريباته استعدادا لمواجهه المقاولين العرب يوم 27، يوم الاحد اللي جاي من الشهر الجاري. يعني مباراة أكيد مهمة جدا في ربع نهائي بطولة كأس مصر، إن شاء الله الأهلي يكون موفق. تدريبات كانت بتستأنف النهارده بعد راحة لمدة 24 ساعة بالأمس، وأكيد تدريبات كلها مهمة وشهدت عدد من يعني الكواليس والأخبار الضروري جدا إن احنا نتطرق ليها، وأهمها طبعا عودة الدوليين لتدريبات الفريق بعد انتهاء معسكر منتخبنا الوطني الأول اللي تخللوا الفوز على المنتخب البلجيكي بنتيجة 2-1 يعني. لكن الأمور ماشية بشكل إيجابي بشكل جيد جدا في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة كلها، المرحلة هتكون غاية في الأهمية، هتشمل منافسات كأس مصر، هتشمل كمان مباريات في بطولة الدوري اللي أنت ماشي فيه بشكل ممتاز، متصدر مع الاتحاد السكندري 9 نقاط من 3 مباريات. فإن شاء الله بإذن الله الأهلي يستمر على الانطلاقة الرائعة على مختلف الأصعدة، محليا سوبر، تأهل إفريقي لدور المجموعات بعد الفوز ذهابا وإيابا عن الاتحاد المنستيري في الجانب الأفريقي أو في الصعيد الأفريقي، وكمان مباريات الدوري ومباراة السوبر. فبالتالي الأمور جيدة للغاية مع مدرب واضح أنه مبشر جدا جدا، وأداؤه مع الفريق وتركيزه واهتمامه بكل التفاصيل يعني مخلي الناس سعيدة، يعني جمهور الأهلي سعيد للغاية بشكل كبير جدا بكولر لحد دلوقتي. إن شاء الله يكون موفق خلال الفترة اللي جاية، ونشوف الأهلي بنفس الشكل وأفضل كمان، نطمح لكده بعد فترة توقف أكيد كان فيها برضو تدريبات مهمة، كان فيها راحة بالنسبة للاعبين، فبنطمح إن احنا نشوف أداء يكون أفضل وأفضل بالنسبة للنادي الأهلي خلال
الفترة اللي جاية. دي لقطات من مران النهاردة في استاد مختار تتش. التدريب كان الساعة 9 الصبح، ويعني شمل عدد من الفقرات المهمة جدا، أهمها طبعا بعض التدريبات البدنية في الجيم تحت إشراف أندريس أندويا مخطط الأحمال قبل انطلاق فقرات المران الجماعي. والنهارده كان في اجتماع ما بين مارسيل كولر المدير الفني باللاعبين قبل بدايه المران برضه، واتكلم يعني عن استعداد المرحله المقبله ومباراه المقاولون العرب، يعني كنوع من انواع يعني زياده معدلات التركيز بعد فتره من فترات الراحه. كمان كان في تدريبات بدنيه وبعض الجمل الفنيه المحدده قبل ما يكون في نهايه المران تقسيمه تحت اشراف كولر، وكانت تقسيمه قويه في الحقيقه، ضمت حوالي 3 فرق شاركوا في التقسيمه دي. يعني لاعبي النادي الاهلي في التدريبات اللي هم جاهزين كانوا مقسمين ل3 مجموعات، شاركوا في تقسيمه قويه جدا. النهارده زي ما قلت لكم انتظم اللاعبين الدوليين في التدريبات الجماعيه، وعودتهم اكيد عوده مهمه، واكيد بتواجد برضو العناصر الرائعه اللي موجوده في قائمه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. توليفه مميزه موجوده بخلاف كمان يناير، انتظروه باذن الله واحد احد، يعني بعض التدعيمات البسيطة اللي تدعم القائمة بشكل أقوى وأفضل كمان بكتير، لأن الأهلي عنده تحديات مهمة جدا جدا في مختلف الأصعدة زي ما احنا عارفين ومتعودين دايما. وأكيد جمهور الأهلي بيبقى يعني طموحه اللي هو إن احنا نكسب كل البطولات، إن شاء الله ده يحصل رغم صعوبة المنافسات، وده أمر طبيعي جدا، لكن إن شاء الله ثقتنا كبيرة جدا في الجهاز الفني واللاعبين. طيب كان في تدريبات استشفائيه بالمناسبه للعناصر الدوليه وبرنامج بدني للتخلص من الاجهاد بعد مشاركتهم طبعا في معسكر المنتخب الاخير. يعني بالنسبه لحمدي فتحي، حمدي فتحي النهارده كان عنده تدريبات منفرده. وحمدي بالظبط ايه مشكلته يا جماعه او ايه اصابته؟ اصابته عباره عن اجهاد خفيف للغايه في العضله الاماميه، يعني اصابه مش مقلقه الحمد لله، عنصر اساسي لا غنى عنه في الاهلي ومنتخبنا الوطني، ولاعيب راجل ولاعيب مميز، وشفنا قد ايه مستواه كان رائع مع كولر الفتره اللي فاتت. ويعني يعني الحمد لله اصابه خفيفه، شد خفيف جدا في العضله الاماميه، وان شاء الله باذن الله في فرص انه يلحق بمباراه المقاولين. حتى لو ما لحقش فانت عندك السوليه جاهز وعندك اليو ديانج جاهز، الاثنين بعد الاصابه جاهزين. لكن بالنسبه لحمدي فتحي هو عنده بعض التدريبات والبرامج التاهيليه اللي بشكل منفرد، وان شاء الله باذن الله في القريب العاجل يكون متواجد في التدريبات الجماعيه. يعني ده بخصوص تدريبات الاهلي وابرز الكواليس، ودي اللقطات زي ما حضراتكم شايفينها. واكيد خلال الفتره الجايه الاهلي هيستأنف تدريباته بشكل طبيعي، بكره في تدريب، ما اعتقدش هيكون في فترتين كمان خلاص، لان انت خلاص العد التنازلي لمباراه المقاولين ابتدى، يعني انت هتلعب يوم الاحد اللي جاي مع المقاولين العرب في ماتش صعب جدا في بطوله كاس مصر، فان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نكمل، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نشوف ترند الاهلي واهم وابرز الكواليس والاخبار على السوشيال ميديا. وابتدي بحساب بطولات على تويتر، وبيتكلموا على ان في تفاصيل اجتماع الخطيب مع كولر في الاهلي. كابتن محمود الخطيب طبعا وصل يوم الاربعاء الماضي من رحله العلاجيه في فرنسا امتدت لحوالي شهر ونص، وفيما يتعلق باجتماع مع كولر لحد دلوقتي مفيش اي حاجه رسمي خرجت من النادي بخصوص هذا الاجتماع، لكن المؤكد اللي اقدر اقوله لكم ان في الايام دي في اجتماع فعلا ما بين الكابتن محمود الخطيب وكولر ليعني الحديث عن بعض الملفات اللي تتعلق بالفريق الاول لكره القدم والاستقرار على بعض القرارات الخاصه بالفرقه. فخلينا نترقب وننتظر، لحد دلوقتي مفيش حاجه، يعني لحد دلوقتي مفيش اي حاجه. هم هنا بيتكلموا اصلا الصفقات وطلبات كولر وكلام من كل ده طبيعي هيتم التطرق ليه، يعني ده طبيعي جدا تمام، سواء بقى تم او ما تمش احنا دايما بنتكلم هنا في الاطار الرسمي مع حضراتكم. فلحد دلوقتي النادي الاهلي ما اعلنش سواء من خلال قناته او من خلال موقعه الرسمي عن اي شيء يخص هذا الجانب تحديدا. يعني طيب خلينا نخش على خبر اخر، واليوم السابع وحسابه على تويتر بيقول كولر يبحث مع معاوني ثنائيه وسط الاهلي امام المقاولون بالكاس. الموضوع مش محتاج يعني قصه، الحمد لله بسيطه، اللعيبه جاهزه، عندك سوليه وديانج موجود، حمدي ان شاء الله ممكن يكون جاهز، في اكتر من لاعب كمان في المكان ده، عندك محمد فخري بيلعب في المكان ده، عندك لعيب بيتم تجهيزه واتكلمت عنه اكتر من مره هو احمد اشرف لاعب النادي الاهلي الشاب اللي بيتمرن مع الفرقه. فما تقلقوش خالص يا جماعه، الامور ماشيه بالشكل الجيد رغم بعض الاصابات. يعني طيب نروح لكره بلس، وبيقولوا ان اتحاد الكره يعلن اقامه مباريات دور الثمانيه بكاس مصر بدون جماهير. يعني ده قرار الاتحاد، انا بصراحه مش عارف بالظبط الاسباب ايه،
يعني انا مش عارف يعني ايه السبب في ان الماتشات تبقى من غير جماهير، ممكن عشان البطوله كانت ابتدت قبل كده من غير جمهور، فبالتالي لازم تكمل للاخر بدون جماهير، رغم ان بطوله الدوري ماشيه بشكل كويس باعداد يعني محدوده، لكن في كل الاحوال ده قرار اتحاد الكره. طيب نروح كمان لخبر اخر من كره 11، وبيتكلموا احسبوا على تويتر على ان في جوانب هتزيد بشكل كبير. الاهلي بقياده الخطيب يسير على نهج الانديه العالميه وينعش خزائنه بالمليارات خلال موسمين فقط في نقله خرافيه غير مسبوقه. طيب هم هنا بيتكلموا على ايه؟ وانا احب قوي الحاجات او الاخبار اللي زي دي، اللي يعني ايه اللي بيحاولوا من خلالها ان هم يتكلموا على جوانب تقترب بشكل كبير جدا من الواقع، ما فيهاش استنتاج. حلو، ما فيهاش استنتاج. فقال لك النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب في طريقه لانتعاشه ماليه تاريخيه. هم بيتطرقوا لحاجتين، اول حاجه فرع الاهلي في التجمع الخامس، ان الفرع ده هيجيب يعني مداخيل ماديه بشكل كبير قوي للنادي الاهلي، هتصل لحوالي 4.5 مليار جنيه خلال عام او اتنين. تمام، لو انت بعت، قالوا ان فرع التجمع الخامس بنادي الاهلي تم بيع 4500 عضويه، والنادي يريد 20,000 عضويه للفرع، فبعد افتتاح التجمع ستزيد العضويات بشكل كبير، وده متوقع طبعا بنسبه كبيره جدا، وتصل ايراداته الى 5 مليار جنيه. انتوا متخيلين الرقم؟ مع الحصول على 6.5 مليار جنيه من شركه، من غض النظر على الاسماء يا جماعه، شركة اللي هي هتحصل على حقوق تسمية استاد النادي الأهلي. ده برضو كلام سابق لأوانه في انتظار يعني الجانب الرسمي، يعني بس اطمنوا، يعني اطمنوا بشكل كبير، لأن الملف ده أولوية عند الكابتن محمود الخطيب نفسه. ملف استاد الأهلي ده أولوية، وفي خطوات مبدئية عند الكابتن محمود الخطيب بنفسه في انتظار العقود وكلام اللي زي ده. فخلينا بس إيه، نستنى الرسم يعني. لكن الأهلي ماشي بخطة مستقبلية مميزة، ده مؤكد، ده مؤكد، اطمن تماما يعني. فده بخصوص الخبر بتاع كوره 11، ودي ابرز يعني الكواليس اللي في النادي الاهلي وعلى السوشيال ميديا بالتحديد. نروح لفاصل، بعد الفاصل نكمل. استنوا، اهلا بحضراتكم مره ثانيه. خلينا نتكلم على المونديال شويه، ولحد دلوقتي اتلعب ماتشين. المباراه الاولى كانت بالامس، المباراه الافتتاحيه ما بين قطر والاكوادور، فوز الاكوادور بنتيجه 2-0. المباراه الثانيه اللي خلصت من شويه هي مباراه انجلترا مع ايران، وفوز كبير جدا وساحق للمنتخب الانجليزي بنتيجه 6-2. عشان نتكلم في الجوانب التحليليه الخاصه بالمباراتين تحديدا، وكمان فيما يتعلق بالمباريات اللي يعني هتتلعب النهارده او بكره، خلينا ناخد عبر سكايب طبعا الكابتن محمد بشاري المحلل الرياضي، ونتكلم معاه في بعض الجوانب التحليليه الخاصه بانطلاقه المونديال. يا بشاري مساء الخير. مساء النور، ازيك يا امير؟ عامل ايه، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام، ربنا يخليك. تحياتي ليك وتحياتي لكل متابعي كره النادي الاهلي. اهلا بك يا بشاري. طيب خلينا نبتدي كلامنا بالتحديد عن حفل الافتتاح والجوانب التنظيميه حتى الان، وانطباعاتك وتقييماتك ايه؟ حفل الافتتاح كان مبهر جدا، اشاده كبيره جدا من كل الناس بحفل الافتتاح. قطر قدمت للعالم شيء جميل ومتوقع، ورساله لكل العالم ان قطر والدول العربيه قادره ان هي تنظم حدث كبير زي ده. شيء حقيقي كان يشرف جدا كل الدول العربيه، وقطر كانت قد الحدث يعني. ده بالنسبه لحفل الافتتاح. لكن بالنسبه لمنتخب قطر للاسف، والمباريات الافتتاحيه كالعاده بيبقى فيها مفاجات كبيره جدا، لكن منتخب قطر فاجئنا بالاداء السيء، وان هم ما كانوش مركزين تماما، وكان ضغط عصبي كبير جدا، وبانت كتير جدا فروقات المستوى بين قطر والاكوادور، رغم ان الاكوادور فريق غير مرشح للوصول للادوار او يبقى حصان اسود او حاجه زي كده، لكن منتخب قطر كان بعيد تماما، وهو بطل اسيا يعني. بطل اسيا المجموعه دي على فكره فيها بطل اسيا قطر، وفيها بطل افريقيا السنغال، مجموعه مش ضعيفه، وفيها طبعا هولندا منتخب كبير جدا كالعاده، وفيها المنتخب الاكوادوري واللي هو رابع امريكا الجنوبيه، وامريكا الجنوبيه كلهم فرق قويه طبعا جدا. فبالحديث عن مباراه الافتتاح، لو هنبدا بيها، مباراه قطر والاكوادور كان في فرق كبير جدا في المستوى. ده مش نتيجة حاجة أكتر من فروقات ذهنية ونفسية يعني. منتخب قطر ده استعد المفروض استعدادات كبيرة جدا، بقالهم 10 سنين مع نفس المدرب فيليكس سانشيز،
مدرب من لاماسيا برشلونه، الجوانب التكتيكيه والكوره بتاعت برشلونه الاستحواذ وكل الكلام ده ما شفناهوش خالص، احنا ما شفناش قطر اصلا موجوده. وكمان انا حاسس ان هم ما حضروش لمباراه الاكوادور، يعني مباراه الاكوادور اي حد بيتابع الاكوادور عارف ان الاكوادور بتتميز بصلابه دفاعيه وتحولات هجوميه. طيب تحولات هجوميه انت كقطر وبتلعب على ارضك معناها ان انت لو فقدت الكرة محتاج تعمل ضغط عكسي وتخطف وتسترد الكرة بسرعه جدا عشان ما يحصلش تحولات سريعه. منتخب الاكوادور عمل تحولات سريعه كثيره جدا على ايبارا وعلى بلاتا وعلى استرادا وانهاء طبعا فالنسيا، فالنسيا هداف كبير من، وعلى طبعا. فكره قطر والاكوادور لعبوا بعض مباراه وديه وفالنسيا سجل قبل كده هدفين، فانت مش مستغرب ابدا من الاكوادور وتحولاتها. مش فكان في متفاجئ فرق يعني كبير جدا باسلوب لعبهم او بالعناصر المميزه اللي عندهم. المفروض بالظبط. وكمان الاكوادور بتعتمد على الكرات الثابته، الكرات الثابته من مميزات منتخب الاكوادور في تصفيات، خليني اقول لك في تصفيات امريكا الجنوبيه منتخب الاكوادور هو اكثر فريق سدد من كرات ثابته في التصفيات كلها، واكثر فريق كان ليه اكس جي اللي هي الاهداف المتوقعه تمام. كمان من كرات الثابته 7.5، وسجل 8 اهداف في التصفيات امريكا الجنوبيه، 8 اهداف بنسبه 35%، ف35% من اهداف الاكوادور هي كرات ثابته. ومع ذلك اول نص ساعه اول 30 دقيقه في 3 اجوان اتسجلوا من الاكوادور، واحد اتلغى نتيجه بدايه تسلل وده كان من كره ثابته، والهدفين التانيين هم الكوره كانت مع قطر وبناء الهجمه كان بعيد تماما عن التركيز، يعني منتخب قطر كان بيلعب 5-3-2 او 3-5-2 المفروض في الحاله الدفاعيه الدفاعيه، ولكن 5-3-2 دي محتاجه ترابط خطوط، محتاجه صلابه دفاعيه، ما كانش فيه اي حاجه من الحاجات دي كلها. بناء الهجمه انت مش عارف تطلع بالكوره من نص الملعب، ده نتيجه توتر كبير جدا وفقدان للتركيز. كل القرارات الفرديه كانت خطا، الجون الاول اللي هو البينالتي بدات من برضو قطر بيحاول يطلع بالكوره نتيجه قرارات فرديه اتخطفت الكوره، طب فين هنا الضغط العكسي؟ فين استعاده الكوره بسرعه؟ ما فيش. فالاكوادور فريق مباشر جدا من العمق، عمل كره بينيه لفالنسيا وطبعا خطا كبير جدا من حارس المرمى ركله جزاء واتسجلت، ده الهدف الاول. يعني قبليها كان ظهور في قطر، ظهور قطر بالشكل ده يا بشاري، هل يعتبر مفاجاه للمتابعين ولا النتيجه تعتبر متوقعه يعني في المباراه دي؟ النتيجه ممكن تكون متوقعه لكن الاداء غير متوقع تماما، يعني كأداء. اداء منتخب قطر تقريبا ما لعبتش الماتش ده ولا بربع مستواها، ده بطل اسيا، يعني بطل اسيا فاز ببطوله اسيا واحتك في تصفيات اوروبا ولعب الكونكاكاف ولعب مع امريكا الجنوبيه، ما قدمش اي شيء، وكانت اخطاء يعني من المدرب ومن اللعيبه كتيرة جدا. فلا هي تعتبر الأداء مفاجأة، النتيجة ممكن الإكوادور تكسب ممكن قطر تكسب لكن مش بس كان بالمنظر من ده ومش المنتظر بالشكل ان ده الاداء يبقى افضل كده من كده من المنتخب طبعا. القطري. طيب بمناسبه المجموعه دي وهي المجموعه الاولى، ففي مباراه هتتلعب كمان شويه ما بين هولندا والسنغال، توقعاتك للمجموعه بعد المباراه الاولى ولا عايز تنتظر تشوف الماتش بتاع هولندا والسنغال ولا ايه؟ النتيجة نتيجة قطر والإكوادور هتأثر طبعا كتير جدا في المجموعة وترتيب الماتشات كمان، وأكيد أكيد أكيد غياب ساديو ماني. المجموعة دي كان أغلب المحللين والمرشحين بيرشحوا هولندا والسنغال تطلع منها تتأهل، يعني دلوقتي الإكوادور لعبت ماتش معاها 3 نقط، السنغال فاقدة ساديو ماني، السنغال هتبدا ماتش قدام هولندا كمان شويه، هولندا فريق قوي ودفاعيا قوي جدا، طبعا السنغال كمان فريق مش هجوميا قوي خلينا نقول حتى في ساديو ماني خصوصا بعد اصابه ساديو ماني. بالظبط، هو هجوميا متوسط وساديو ماني طبعا بيستغلوه كويس جدا بمهارات وتكتيكات وحاجات زي كده، ولكن في غيابه هيقلل كتير جدا من فرص السنغال خصوصا ترتيب الماتشات، يعني النهارده متوقع ان هولندا تفوز بشكل او باخر حتى لو بنتيجه قريبه 1-0 او فرق هدف، بعد كده السنغال هتلاعب قطر، قطر لسه مغلوبه للافتتاح عايزه تبين للعالم ان ده كان ماتش كبوه وانا على قد المسؤوليه وعلى قد الحدث، فهيبقى ماتش صعب جدا قطر والسنغال، بعدين هتقابل في الاخر السنغال الاكوادور، الاكوادور فازت مع 3 نقط، هتلاعب هولندا هنقول هولندا ممكن تكسب، فهيقابلوا بعض في الاخر وغالبا الاكوادور واخده خطوه
زياده عن السنغال، واخده خطوه في النقط، واخده خطوه كمان معنويه انا بغياب بتوقع تشاوميني. الاكوادور هي اللي تتاهل مع هولندا بصراحه، يعني دي توقعاتي بالظبط بنسبه كبيره. طيب بالظبط. خليني يا بشاري قبل ما اختم معاك اكلمك على مواجهه اليوم اللي اتلعبت لحد دلوقتي ما بين انجلترا وايران، ونتيجه كبيره وساحقه للمنتخب الانجليزي على حساب المنتخب الايراني 6-2. رايك في المباراه ورايك في اداء ايران بالتحديد مع كيروش مدربنا السابق يعني. تمام. لا نتيجة كبيرة طبعا زي ما انت قلت 6-2. انجلترا وساوث جيت بيعبروا عن نفسهم، هي يعني كانت حصة تدريبية أكتر منها المنتخب انجلترا في الشوط الأول وفي الشوط الثاني. كيروش حاول الشوط الأولاني يأمن دفاعيا تماما، يلعب 5-4-1 والطريقة أو الفكر اللي احنا الدفاعي حافظينها بتاع دي. كيروش اللي احنا بالظبط حافظينها وشفناها ويمكن عانينا منها كمان. ولكن طبعا قدام منتخب انجليزي مدجج بالنجوم، وساوث جيت عمل النهارده مباراه كويسه جدا تكتيكيا حتى. انت في تكتلات دفاعيه زي دي قدامك حلول بالظبط. معروفه، قدامك انفايت ذا بريشر ان انت تحاول تسحب المنتخب الايراني لقدام، ده ما تمش، كيروش كان مديهم تعليمات. قدامك ان انت تعمل جبهات معينه، ده كان بيحصل كويس جدا. خلينا نقول ان انجلترا لعبت 4-2-3-1، ده الشكل العام، لكن في بناء الهجمه كانت انجلترا بتعتمد في الخلف بس على ثلاثه، بالظبط. ستونز وماجواير وبيرجع لهم رايس وتريبي وشو طايرين كاظهره بيفتحوا الملعب ويعملوا ستريتش لدفاع ايران المتكتل ورا بالظبط. تماما، وكوره في الثانيه كتر المحاولات من فالنتيجة مدافع كبرت جامد، مانشستر. النتيجة كبرت جامد النتيجة كبرت لإنجلترا جامد، وطبعا الكرات 6-2. العالية بتاعت هاري ماجواير استغلوها كويس جدا، طبعا المنتخب طبعا إيران سيء في الكرات العالية بالظبط. تماما يعني. تمام بشاري، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا واتكلمنا في جوانب فنيه مهمه جدا. بشكرك كمان على رؤيتك الرائعه. محمد بشاري المحلل الرياضي كان معانا على الهواء مباشره عبر سكايب، واتكلمنا في المباريات الاولى لكاس العالم حتى الان والتقييم الفني ليها. بنشكره شكرا جزيلا. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نكمل، استنونا. ترند المونديال واكيد اخبار كثيره جدا هتكون مستمره معانا على مدار البطوله، فهنبتدي بحساب اي اس بي ان على تويتر وتصريحات لكريستيانو رونالدو. تصريحات يعني مستمرة على مدار الفترة اللي فاتت بخلاف حواره اللي كان قبل المونديال مباشرة، دلوقتي عنده بعض التصريحات المهمة قبل انطلاقة البرتغال في البطولة. قال إيه كريستيانو رونالدو؟ قال أنا حتى لو فزت بكأس العالم فالجدال بشأن الأفضل في تاريخ كرة القدم سيظل مستمرا. ده بيقول لي حتى لو أنا كسبت كأس العالم هتفضل القصة مستمرة، في ناس بتحبني وناس ما بتحبنيش، ده طبيعي وهي دي الحياة دايما. يعني زي ما الناس مثلا بتحب الشقراوات وناس تانية بتحب ذوات الشعر الأسود، تمام؟ أنا مضاد للرصاص، أنا مكسو بالحديد، وتوقفوا عن سؤال زملائي بشأني. الناس طبعا في لقطه او فيديو كده كان انتشر ليه هو وبرونو فرنانديش طبعا نجم مانشستر يونايتد، بالتحديد تاني يوم او تاني يوم مباشره تصريحات رونالدو الاخيره عن مانشستر يونايتد، التصريحات الناريه اللي حضراتكم عارفينها. فالناس خدت اللقطات ما بينهم وبين بعض ان في حاله من حالات الغضب من برونو فرنانديش تجاه كريستيانو رونالدو بعد تصريحاته الناريه. فقال لك لا، كل اللي حصل في الموضوع ده كلام رونالدو، ان انا سألت برونو فرنانديش انت طيارتك اتأخرت ليه؟ انضميت لمعسكر بشكل متأخر ليه؟ انت جاي عن طريق القارب ولا جاي ازاي؟ يعني في نوع من انواع الهزار يعني ما بينهم وبين بعض. وقال ان علاقتي ببرونو فرنانديش مثالية، هو سواء هو او كل اللاعبين في المنتخب جواو فيليكس وكانسيلو، والامور على ما يرام ما بيننا، وبلاش تسألهم عني، يعني ما تسألهمش عن كريستيانو رونالدو يا جماعة، لأن فعلا كل يعني مؤتمر صحفي أو مناسبة ل يعني التواصل مع لاعبي البرتغال بيبقى في سؤال دائم عن كريستيانو رونالدو وعلاقته بمانشستر يونايتد. هو الراجل بيقول احنا دلوقتي في منتخب البرتغال وعلاقتي بمانشستر يونايتد والتصريحات مش هتأثر أبدا على مستواي، بل بالعكس أنا مركز بشكل تام. ولما تيجي تسأله زملائي اسألهم عن المنتخب نفسه وعن البطولة، ما تسألهمش عني خالص يعني. هو عنده حق في الجزئية دي، بس هو ذكي قوي كريستيانو رونالدو، من اللاعبين اللي بيحبوا يلعبوا تحت ضغط. هو لو تلاحظ توقيت تصريحاته عن مانشستر يونايتد توقيت غريب بالنسبه للمتابعين، يعني انت داخل على كاس عالم لازم تبقى مركز، مش عارف، هو الراجل عايز يحط نفسه تحت ضغط وتحت تحدي كبير جدا بخصوص حتى مستواه هو. فهو شايف ان الفتره اللي فاتت ما كانش موفق مع مانشستر يونايتد والدنيا ماشيه بشكل مش كويس وعلاقته بايريك تين هاج وما بيلعبش ويلعب دقايق والكلام من ده. فقال لك لا يا جماعه، طب خدوا بقى التصريحات دي عشان الناس تركز معاه بشكل كبير، وهو يحب الكلام ده
ويرد في الملعب. انا اتوقع ان رونالدو هيكسر الدنيا، ده توقعي. هتقولي ده لا بالفتره الاخيره مش حلو، لا هو الراجل حط نفسه في الاجواء اللي هو بيحبها ونجح في كده، فهنشوف رونالدو هيعمل ايه. اتكلم كمان عن توقيت تصريحاته الناريه، قال التوقيت هو التوقيت من جانبك من السهل ان تقيم اختيار التوقيت، انتم على سبيل المثال تكتبون احيانا اشياء حقيقيه وبعض الاوقات الاخرى بتتكلموا من خلال بعض الاكاذيب يعني، وده ما يفرقش معايا، انا اتحدث عندما اريد التحدث يعني، والكل يعرف من انا وما اؤمن به. شخصيه قويه من كريستيانو رونالدو، وده امر يعني معتاد منه. قال لك كمان نمتلك مجموعه طموحه من اللاعبين تتحلى بالنهم والتركيز، ولذا انا متاكد ان تلك المقابله لن تهز غرفه خلع الملابس او تشتت تركيزها، قصده على التصريحات اللي قالها بخصوص مانشستر يونايتد. قال انا في احسن حال، اتدرب بشكل كويس جدا وجاهز لكاس العالم بافضل طريقه ممكنه، واشعر ان قائمه البرتغال حاليا رائعه وتمتلك امكانيات كبيره، منتخبات مرشحه في كاس العالم او الفوز بالبطوله البرازيل والارجنتين وفرنسا، وقال لك اسبانيا والمانيا برضو من المرشحين، ويورو 2016 استطعنا ان احنا نحقق المفاجاه، واكيد هو بيرغب في كده برضو في كاس العالم السنه دي لان دي اخر كاس عالم بالنسبه له او حتى بالنسبه لليونيل ميسي. قال لي ما بطردش الارقام القياسيه، التصريح المعتاد من كريستيانو رونالدو، الارقام القياسيه هي اللي بتطردني، ويعني تحطيم بعض الارقام ده شيء بيسعده بشكل كبير. تصريحات عديده بالنسبه لكريستيانو رونالدو، بس انا قلت لحضراتكم اهمها من خلال تصريحاته الاخيره بخلاف تصريحاته عن مانشستر يونايتد وعلاقته بالنادي. خلينا نروح لحساب برايم فيديو سبورت وعلى تويتر، واللي نشر تصريحات لديديه ديشامب طبعا المدير الفني للمنتخب الفرنسي، واللي قال بنزيما هو كان القائد، لكن العمليه مش سهله ان احنا نختار مين اللي يكون قائد للمنتخب بعد خروج بنزيما من المعسكر بسبب الاصابه. الموضوع مش انك يعني بتترك اصابعك فتصنع قائدا للفريق، الموضوع محتاج يعني اختيار صائب. من ساعات كان عندنا بنزيما، دلوقتي ما عندناش حد كقائد للفريق، بس انت عشان تختار قائد لازم يكون لعيب فعلا يمكنه تقمص هذا الدور. لحد دلوقتي فرنسا ما عرفتش مين قائد المنتخب الفرنسي في كاس العالم، لكن في كل الاحوال هنترقب. مش قادر اتنبا ممكن يكون مين، بس اتوقع لو فاران، اعتقد فاران في القائمه يا جماعه وسليم صح يعني لو انا فاكر صح، اعتقد ممكن يكون فاران هو الاقرب اعتقد، لكن برضه او ممكن كمان هوجو لوريس حارس توتنهام والحارس الاساسي اكيد للمنتخب الفرنسي برضه ان هو قائد كمان توتنهام، لكن خلينا برضه نشوف الامور ايه. اخر يعني حاجه احنا نتطرق ليها في الترند المونديال، وده الحساب الخاص بالاتحاد الدنماركي لكره القدم على تويتر، واللي نشر تصريحات لكاسبر هولماند مدرب منتخب الدنمارك، واللي قال ان هو بيكن كل الاحترام للكره التونسيه، وبكره مباراه قويه جدا ما بين تونس ودنمارك الساعه 3 العصر، قال هو سعيد جدا بالتواجد في دوله قطر ومشاركه في كاس العالم، وعرب عن امله في ان يكون منتخب الدنمارك هو الافضل على ارض الملعب، وده في قصده يعني في مباراه تونس. مباراه هتكون قويه واكيد هنتابعها في كل الاحوال. وعن تواجد طبعا كريستيان اريكسون نجم مانشستر يونايتد، قال إريكسون لعيب كبير ويقدم الكثير للفريق، والجميع سعيد بتواجده وكونه بصحة جيدة. طبعا كلنا عارفين الحادثة الشهيرة حصلت في اليورو اللي فات بخصوص إريكسون، لكن هو عاد وقدر ان هو يشارك بشكل جيد وفعال مع مانشستر يونايتد كمان، وانضم مانشستر يونايتد وكان قبلها برينتفورد في 6 شهور، فترة كانت قليلة جدا. ده ترند المونديال. خلينا نشوف تفاعل حضراتكم على سؤال الحلقة وتوقعاتكم لمباريات اليوم، بالتحديد المباراة اللي هتتلعب كمان شوية الساعة 6 ما بين السنغال و هولندا، وكمان المباراه الاخرى هتكون ما بين امريكا وويلز. نبتدي بابراهيم محمد عبد الله، قال مساء الخير عليك يا امير، مساء الفل عليك يا هيما، اتوقع فوز السنغال 2-1 ان شاء الله، ومثلي على اخويا وليد محمد. ماشي يعني بنمسي عليك يا ابو حميد، ابراهيم بيمسي عليك يعني. ماشي خلينا كمان نروح لمحمود عربي، قال السنغال 2-1. ناخد كمان محمد حازم، قال 2-0 للسنغال و3-1 لويلز على حساب امريكا، وفي تفاؤل كبير قوي بالسنغال ماشي، مع ان هولندا منتخب كبير قوي. امام محمد امام، انت منور الدنيا يا استاذ امير، كفايه طليتك علينا والله يا حبيبي يا امام والله يعني. قال لك فوز هولندا على السنغال وتعادل امريكا وويلز. دي ابرز توقعات حضراتكم لمباريات اليوم بالتحديد. ان شاء الله نتمنى ان احنا نشوف مباريات قويه ونتمتع بالمونديال كالعاده. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله تعالى. الى اللقاء.